شيخ ما صحت مجمع الظهر والعصر في يوم الجمعة مطر؟ أنت تقول ما صحت إيش؟ مجمع الظهر والعصر شيخ يوم الجمعة. طيب أنت الآن حكمت على نفسك تقول جمع الظهر والعصر، هل الجمعة تسمى ظهرا؟ ها؟ هل الجمعة تسمى ظهرا؟ لا. إيه خلاص انتهى الموضوع. طيب هو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع إلا بين الظهر والعصر، لأنهما صلاتان متشابهتان نهاريتان فجمع بينهما. أما الجمعة لا يجمع إليها شيء بعدها أبدا ولا قبلها. الفجر ما تجمع للجمعة، والعصر لا تجمع للجمعة. طيب ما حكم صلاة المشاة؟ أنا أرى أنه يجب عليه الإعادة، تجب عليه الإعادة، لأنه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والأصل أن الصلاة تفعل في وقتها. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدم العصر جمعا إلا مع الظهر، فتبقى صلاة الجمعة صلاة مستقلة. ولهذا الجمعة بينها وبين الظهر فروق كثيرة تزيد على 20 فرقة. نعم. لكن مع الأسف أن الناس الآن صاروا يمشون على ما يريدون، حتى بالجمع الآن يجمعون بأدنى شيء، لو جاء نقط يسيرة من المطر قال اجمع، مع أنه ما في مشقة. الله قدر يا شيخ. نعم. القدر اللي يجمع فيه الصلاة، القدر في المطر قال العلماء هو الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لا بد من شرطين، يبل الثياب بما أن الثياب تكون رطبة، والنقطة اليسيرة ما تكون الثياب رطبة، وأيضا توجد معه مشقة إذا كان في أيام الشتاء، لكن في أيام الصيف إذا كان مطر يبل الثياب تجد فيه مشقة ولا راحة؟ تجد فيه راحة، يبردك ويشطك. ولا يجوز أن نتعدى حدود الله، أي إنسان يجمع بلا عذر فهو كبير من كبائر الذنوب. ولا تصح الصلاة إذا كان الجمع جمع تقديم، الصلاة الثانية لا تصح لأنها صليت قبل وقتها. طب لا يوجد فتوى شيخ توزع على؟ لا، ما كان فيه فتوى، كان فيه فتوى موزعة في البرد. نعم. لا يا أخي بالترتيب، جزاك الله خير، كله وده ياخذ سؤال. نعم. اي ما يخالف الساعه. نعم.